بكم مشاهدي الاعزاء في الجزء الثاني والساعه الثانيه. وقبل ما نمشي ونشوف زميلنا دكتور عبد الملك ونشوف الشروق نت فيها شنو, نمشي ونشوف تقرير نظمت جامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا الملتقى الثامن الاختصاصي علوم الاشعه والتصوير الطبي. نتابع ثم نعود لنتواصل. الشركة لها دور فعال جدا في تطوير الصحة في السودان, وبترعى دائما الورش والإيفنتات والملتقى زي ملتقى اليوم ملتقى الأشعة, وبنسعى دائما أنه نكون بجانبكم. فكرة المبادرة أو الفكرة بتاعت الملتقى كانت بإنشاء محاضرات متنوعة ومناقشات تفاكرية تهدف لتطوير المجال. فالحمد لله عملنا, كان وقتها بس مجرد جروب في الفيس والواتس, لكن لما العدد زاد والطلب للملتقى بقى يزيد عملنا أونلاين ريجستريشن. فمن بدري الواحد بيحجز الحضور للملتقى وبيحجز الطبيب وبيطلب الأستاذ المعين في الحاجة المعينة, يعني حسب الحوجة هو محتاج في شنو. فممكن لقدام تاني إن شاء الله إنشاء ورش ويكون بدل يوم واحد بيكون كم يوم, فبنعلن عنه. كان في الأول كله 3 شهور, لكن حاليا إن شاء الله حيتعمل على الأغلب كل 6 شهور أو كل سنة. فإن شاء الله تتسجل بصورة رسمية والمبادرات تاني لقدام عندنا صندوق مقترحات, وأي واحد عاوز يضيف حاجة بنقدمها إن شاء الله. موضوع العام اللي كان للمؤتمر هو عن العيوب الخلقية للأجنة. الموضوع اللي اتكلمت فيه كان العيوب الخلقية للوجه والعنق والسلسلة الفقرية. كان يوم بجد جميل ومنظم ومرتب, وكان فيه معلومات ضافية عن كل العيوب الخلقية اللي ممكن تكون تواجه الناس أثناء العمل في الموجات الصوتية.